تشهد الأعمال الخيرية تزايداً ملحوظاً في نشاط جمعية بنك الخير المصري خلال شهر رمضان، فهو يمثل لها ولكثير من المؤسسات العاملة في خدمة المجتمع قمة هرم العمل الخيري على مدار العام، حيث تزداد وجوه نشاطها وأعداد المستفيدين من خدمتها. التبرعات فعلاً بتزيد في رمضان، مش عندنا بس، في جميع الجمعيات الخيرية في مصر لوجود الشعور بأن الثواب بيبقى مضاعف، فبيزيد في كل مكان يعني. وعندنا هنا الحمد لله يعني سواء المجموعه اللي احنا بنتعامل معاها كاعضاء او كمتبرعين، هي مجموعه محدوده، دول موجودين معانا طول العام يعني، بصراحه بيتعاملوا معانا زيها زي اي وقت يعني. بس بتزيد ان في بيبقى في زكاه فطر، بيبقى في شنط رمضان، بيبقى في خروج وجبات افطار صايم، هو ده الحاجه الزياده اللي عندنا في الجمعيه تحديدا يعني. ويؤكد مسؤولون ومتطوعون بالجمعيه ان الارتباط الروحي بين المجتمع المصري وبين رمضان يضاعف اقبالهم على الخير وتبرعهم لاجله، وهو ما يتيح للجمعيه مد مظله خدماتها لاعداد اكبر من المستفيدين وخصوصا الفئات الاشد احتياجا. طبعا احنا بنعمل مساعدات شهريه للاسر المستحقه عندنا طبعا بعد دراسه، دي حاجة. الحاجة التانية بنقدم شنط رمضان، بنعمل وجبات فطار يوميا، كمان بنعمل قوافل رمضانية في بعض القرى والمحافظات اللي احنا برضو عاملين لها دراسة خلال السنة يعني. وبنقدم تيسير زواج للفتيات، الفتيات اليتيمات، وبنعمل مشروعات صغيرة، وكمان لو في أي حد محتاج عملية أو أدوية ممكن برضو بنساعدهم. توسع كبير في نشاط الجمعيات الخيرية في صورة إعانات مالية تستفيد منها سيدات معيلات وأخرى عينية تدعم اقتصاد الأسر الفقيرة في الأحياء الشعبية والعشوائيات، في مشهد تكافلي مصري يظهر مع هلال رمضان ويستمر حتى رحيله.